السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة حديقتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم نبين لكم شجرة التين أو الكرموس، كيف نبتت وطريقة زراعتها. طبعا هذه الشجرة أو الشجيرة الأولى هي صغيرة، زالت أوراقها صغيرة ما تشاهدون، لكن أكبر حجما من الشجيرات الأخرى كهذه الشجيرة الصغيرة، وهذه أيضا شجيرة صغيرة، إذن هذه وأيضا شجيرة أخرى صغيرة جدا جدا، هذه كيف نبتت هذه شجيرة التين وكيف تم زراعتها. بالنسبة لطريقتها فهي طريقة عادية، قمنا بإخفاء التين المجفف أو قطعة من التين المجفف، الشريحة داخل التربة، وهي تتوفر على بذور كثيرة لفاكهة التين، يعني التين المجفف يتوفر على بذور كثيرة من شجرة التين، وبالتالي زراعته تجعله ينبت بسرعة. فقمنا بوضع قطع صغيرة من هذا التين المجفف داخل هذا المشتل أو هذا الأصيص. فبعد أشهر من زراعتها الآن هي أصبحت شجيرات واضحة وكبيرة. سأريكم شجيرة أخرى في مشتل آخر، هذه شجرة التين الأخرى في مشتل آخر كما تشاهدون، فهي أكبر حجما من الأخرى، يعني أن ورق التين، ورق شجرة التين هي ورق أحرش شيئا ما، وحجمه يعني يكبر كلما كبرت النبتة. إذن هذه شجرة التين وطريقة زراعتها من خلال التين المجفف الكرموس أو الشريحة.